عايز حضرتك نروح برضو مره تانية وعلى الهواء مباشره الى داخل القريه الاولمبيه بالمعادي، وزميلنا العزيز فاروق صلاح اللي عنده لقاء مع اسره جيانا فاروق بالكامل. اكيد هنسعد جدا بمتابعه هذا اللقاء. فاروق صباح الفل عليك، اتفضل. احنا كلنا بالمعنى الحرفي شغوفين بالاستماع للي هيتقال ده، اتفضل. كل التحيه ليك يا كريم، كل التحيه لنهواند، كل التحيه طبعا للدكتور محمد حسن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا احنا عارفين ان جيانا اتربت في بيت كبير هو بيت النادي الاهلي، لكن في بيت ليه دور كبير جدا في الانجاز اللي وصلت له جيانا. انا معايا اسره جيانا بالكامل، الاستاذ محمد فاروق والد جيانا، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. تحيات استاذ كريم كوجوك واستاذ نهواند والدكتور محمد حسن، وكل تحيه وتحيات من كل جماهير النادي الاهلي بالانجاز اللي حققته جيانا فاروق. خليك حبيبي، الله يخليك. مساء الخير عليكم وعلى مشاهدينكم الاعزاء. اقول يعني لجيانا الف مبروك وللنادي الاهلي الف مبروك. انجاز جيانا، معودان على الانجازات بالثمار على مدار 20 سنه. الحمد لله ما فيش بطوله ما كانتش على منصه تتويج وذهب. واللي عملته جيانا دوت الحمد لله، الحمد لله احنا راضيين بما قسم الله لينا يعني. ونشكرها ونشكر مجهودها ونشكر كل الناس اللي داعمين ليها، على راسهم طبعا دكتور مراد عاصم ودكتور محمد حسن، ده حبيب جيجي قوي يعني، وبنته طاطابة يعني. نقول لمصر كلها مبروك، والحمد لله جيجي مشرفانا ومكبرانا ومفرحانا من 20 سنه الحمد لله. عايز تقول ايه للنادي الاهلي بالتحديد مع جيانا فاروق ودوره الكبير جدا مع جيانا فاروق؟ اقول للنادي الاهلي بصراحه مش الجيل بتاع جيانا بس، الجيل دوت تعب فيه ناس كتير جدا عشان ياخدوه من الناشئين والشباب. كان منهم احمد فاروق اخوها، وكان في يعني بصراحه الدكتور مراد عاصم والدكتور محمد حسن، ومش هنسى خالد جاد المولى، كابتن خالد جاد المولى، من الناس اللي راعت المجموعه الجيل ده وطلعت بيه، طلعت بيه لغايه ما الحمد لله وصل للعالميه يعني. بشكر حضرتك. عايز اروح لست الكل وشريكه النجاح. يعني انا دايما كنت بتابع تدريبات الكاراتيه، كنت بلاقي حضرتك موجوده مع جيانا في تدريبات الكاراتيه في فرع مدينه نصر. قولي لي مشوار النجاح اللي النهارده بيكلل بميداليه بدا من سنه كام ومشوار طويل ودايما كنت في ظهر جيانا؟ مشوار جيانا الحقيقه بدا من حوالي 21 سنه. هي الاول كانت بتلعب سباحه، يعني دي الرياضه اللي هي ابتدت بيها. في مره شافت الصاله بتاعه التمرين بتاعه الكاراتيه وشافت الناس بقى وهي بتتمرن وكده، فقالت انا حابه اللعبه دي جدا. انا خفت عليها كأي أم طبعا، لعبه قتاليه وكده، بس حبيت اخليها تلعب الحاجه اللي هي بتحبها، وقلت اللي بيحب حاجه اكيد هيحقق فيها. على مدار 21 سنه انا ملازمه لجيانا في كل تدريباتها، يعني لو حصلت عندي اي ظروف شغل، ظروف عائليه اضطريت اسيبها، تقولي لا التمرين جاي لازم تعملي حسابك ان انت هتبقي معايا. دايما كنت بشجعها، بس في اوقات كتير كنت بقص عليها، بس كان بيبقى من ورا قلبي، لان في الفتره اللي هي كانت لسه صغيره دي كان زيها زي اي بقى طفل صغير، عايزه برضو تلعب، عايزه. فكنت بحاول ان انا اخليها توافق بين ان هي ما احرمهاش من انها تمارس حياتها الطبيعيه كاي طفل او اي انسان، وانها برضو تبقى ملتزمه في تدريباتها وبطولاتها. بعد ما كبرت بقى خلاص هي ادركت لوحدها ان طريق البطوله هي عارفاه، انا بس كنت مجرد سند ليها. اول ما نخرج من التمرين تقول لي ايه رايك، شايفه ايه النهارده، طب انت شايفه ايه، انا حاسه ان مثلا الحاجه دي تكنيك معين ما كانش مظبوط، اقول لها لا هو حلو وجميل بس ممكن نزود حاجه شويه. فالحمد لله يعني انا كنت فعلا مبسوطه قوي بوجودي معاها، وربنا ختمها بقى بان هي فرحتنا كلنا بالميداليه. اول اتصال بعد حصولها على الميداليه كان ايه وقلت لها ايه؟ اول اتصال كانت بعد ما خلصت على طول. احنا الحقيقه كنا كلنا في حالة نفسية مش حلوة قوي، بالرغم ان هي كانت محققة ميدالية البرونز، بس احساسنا بان هي اتظلمت في الماتش اللي هيطلعها على تلعب على الذهب ده خلانا الى حد ما يعني الحمد لله احنا راضيين وكل حاجة، بس برضو يعني الواحد بيبقى طمعان ان هو يعمل الاحسن.
فاول حاجه قالتها لي قالت لي انت زعلانه مني، قلت لها ابدا ازاي، انت فرحتي مصر كلها مش فرحتيني انا بس، انت اول بنت عربيه وافريقيه تعمل انجاز ده، واول واحده تحصلي على ميداليه اولمبيه في الكاراتيه، انت كان نفسك تحققي الحلم ده وربنا كرمك وحققتيه. عايزه تقولي ايه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا شايفين جينا هي عنوان وبتمثل المراه المصريه، والدعم اللامحدود من فخامه الرئيس للمراه المصريه وايضا الرياضيين وشباب مصر، ودعمه الشامل في كل الظروف وفي كل الاوقات. فخامه الرئيس الحقيقه عمره ما تاخر عن اي شاب، مش بس الرياضيين، هو كان داعم قوي جدا للرياضيين اللي بيحققوا كتير جدا. اتكرمت جيانا من فخامه الرئيس، وكتير جدا كان دايما بينوب عنه وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي في ان هو يقعد مع اللعيبه ويشوف ايه مشاكلهم ويحاول يذلل كل الصعوبات. وانا بقول له يا رب يا سياده الرئيس نكون جيانا قدرت تسعد حضرتك وتسعد شعب مصر كله، والحمد لله. بشكر حضرتك، وعايز اروح بقى لمحمد سامي. محمد خطيب جيانا، وانا شفت في عينيك نظره فرح كبيره جدا، نظره كبيره جدا لجيانا في اول ما وصلت مطار القاهره. طبعا الفخر والاعتزاز طبعا، وبقى لي سنه ما شفتهاش، فمشاعر ممزوجه طبعا، بس الفخر واللي كلنا حاسين بيه، بس انا طبعا ازيد شويه طبعا عشان البعد وبعد المسافات والاتصالات، وانك قاعد في بلد وهي في بلد تانية وبتحاولوا تتواصلوا، مشاعر كتيره قوي بصراحه، بس كلها فرحه ما عبرش عنها غير بنظرات بس للاسف. ليك دور كبير جدا يعني، لعبه زي لعبه الكاراتيه اكيد بتاخد كتير جدا من وقتكم، يعني شايف الامر ده ازاي؟ طبعا بعد المسافات، انا قاعد في كندا وهي كانت قاعده في اليابان في ساعه البطوله، وقبل كده في مصر، فرق التوقيت، التمرينات المتواصله، هو كان في ايام بالظبط هم 5 دقايق، صباح الخير مساء الخير، هي تقول لي معلش عن تمارين ربنا معاكي يعني، فكان بس الحمد لله يعني الوقت اللي وفرناه في التدريب والمجهود والكلام ده كله جيب ناتج يعني، وهو ده اهم حاجه يعني، ربنا كرمها ورضاها في الاخر وفرحت الناس كلها. محمد عايز اروح لاحمد، محمد فاروق شقيق جيانا. احمد برحب بيك، وعايز تقول ايه النهارده لجيانا؟ طبعا انا ببارك لجيانا وببارك للنادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب وكل مجلس الاداره. طبعا النادي الاهلي ده بيتنا، البيت الكبير، مصنع الابطال. الحمد لله عندنا ابطال عالم كتير جوه النادي الاهلي، مش بس في كاراتيه، في جميع الرياضات، والنهارده بقى عندنا بطل اولمبيه جوه النادي الاهلي، فده فخر لينا وفخر لينا ان احنا بننتمي للنادي الاهلي. الصلاه اللي كانت بينك وبين جيانا كنت دايما تقول لها ايه؟ والله انا دايما كنت بقول لها يعني ما تفكريش في اي حاجه، انت اعملي اللي عليكي والنتيجه دي بتاعت ربنا، اهم حاجه تعملي اللي عليكي بس عشان ما ترجعيش ان انت بعد كده تندمي مثلا او تزعلي تقولي يا ريتني عملت. فانا دي كانت نصيحتي ليها، قلت لها انت تعبتي على مدار اكتر من 20 سنه ومعاكي اكتر من 11 بطوله عالم، باذن الله ربنا هيكرمك بالميداليه. طبعا كلنا كنا شايفين ان هي كانت ممكن تنافس على الذهب، ولكن الحمد لله يمكن موضوع التحكيم ده كان سبب من الاسباب ان احنا نشوف اللي ربنا كاتبه، وما فيش احسن من ربنا كاتبه، واحنا فخورين جدا بيها يعني. اروح لنيرفانا شقيقة جيانا. احمد اتكلم بروح الاهلاوي والمشجع وواحد من ولاد وابناء النادي الاهلي، وانا عارف ان انت يعني جايه من كندا مخصوص النهارده عشان تحتفلي مع جيانا، شايف روح احمد الاهلاويه دي وتقولي ايه لجيانا وتقولي ايه ايضا للنادي الاهلي؟ اقول الف الف مبروك لمصر ولسيدات مصر والنادي الاهلي العظيم. هي جيانا طول عمرها على مدار 20 سنه بتلعب باسم بنات النادي الاهلي ناشئين وناشئات، بعد كده كبرت وبقت في المنتخب المصري وفي النادي الاهلي، فهي لعبت بروح الفانيلا الحمراء وبروح اي بنت مصريه حاسه ان هي ليها الفخر ان هي تمثل بنات مصر وترفع العلم. وانا هتكلم على الجانب الانساني على الدكتوره جيانا بقى كاختي، هي اختي وبنتي، وانا ما فيش كلام في الدنيا يوصف فخرنا بيها، وهي بالنسبه لنا اسطوره الكاراتيه زي ما هم ملقبنا في النادي الاهلي وفي الاتحاد. وشرفتي مصر يا جيجي وشرفتينا، وانت بالنسبه لنا الذهب، والحمد لله على كل شيء، واحنا فخورين ما فيش كلام يوصف انجازها، الحمد لله يا رب. شكرا لحضرتك كريم نهوان. ده كان لقاءنا مع أسرة جيانا فاروق. أعتقد كلام طالع من القلب، كلام اعتزاز بالدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا اعتزاز بالبيت، بيت النادي الأهلي اللي الجميع بيتربى فيه على روح الإخلاص والحب والانتماء. ودايما يا رب جيانا والكثير من سيدات مصر يكونوا على منصات التتويج. من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو.